جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا كذب الصائم يفسد صومه والدهون؟ ينقص ثواب صومه. الكلام المحرم ينقص ثواب الصائم حتى ربما لا يبقى له أجر، كما جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قد يكون الإنسان يصوم عن الطعام والشراب ولكنه لا يصوم عن الكلام المحرم، فلا يكون له أجر في صيامه مع تكلفه الجوع والعطش. لا حول ولا قوة إلا بالله.